التاريخ لم يظلمنا والجغرافيا لم تظلمنا، بل قد خدمونا خدمة كبيرة. ضيفنا لهذه الليلة وزير الأعلام في حكومة صنعاء السيد ضيف الله الشامي. عندما انطلقت مسيرتنا كان شعارها الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا. أسألكم عن العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، هل يتقصد إعلان البيانات بهذه النبرة؟ اتخذ القرار في البحر الأحمر واصطياد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الكيان الصهيوني. عمليات التعبئة لطوفان الأقصى قرابة 600 ألف مقاتل. بودكاست الميادين يأتيكم الاثنين الساعة 11 مساء بتوقيت القدس الشريف.